وخا سي مراد الى فرضا حيدنا رونار وحطينا مراد حديود كمدرب المنتخب الوطني شنو هي التشكيله المثاليه اللي كتبان لك ممكن انها تدخل في الماتش الاول ضد ايران غندخل بنفس التشكيله اللي كيدخل بها المدرب غيبقى عندي مشكل كيما تيعرف هو بنفسه هو عارف هو واعي بمسؤوليه بانه عنده بروبليم في لو الان انا كيبان لي يمكن هذاك لو جوغ اللي يلاه جا جديد اللي كيلعب في كوتي دغوا <applause> دونك هذاك الحجام ممكن انه يلعبو ويلعب ديرار واخا غنقتل ديرار لانه ما عندوش بي جوش ولكن ان جوغ اللي عنده ليكسبيريونس ممكن انه بالتجربه ديالو ممكن يخرج لي جوغ يلعب معاك اون آه دو يمشي يعطيك باس كولوار <applause> <applause> ان جوغ اللي ممكن حيت في السابق كان كيلعب ميليو تيغا دونك الحاجه الوحيده اللي ممكن ندير هي هذه غيبقى يعني عندنا المشكل ديال حراسه المرمى لانه عندنا الحارس اللي بيه باش تاهلنا لاكوب دي موند وكان في المستوى الكبير ولكن ما كيلعبش الفرقه ديالو حارس اخر عفوا <applause> بونو اللي هاد السنه هذه قال الكلمه ديالو والمستوى ديالو كبير وكبير بزاف غير ما نساوش بان الفريق الوطني المغربي خصو يعرف بانه النتائج لو وصلنا ليها وكانت في المستوى الكبير كون تيقن بانه لي رومبلاسون الفريق اللي كيكون دائما في المستوى الكبير <applause> او المنتخب اللي كيكون في المستوى الكبير هو اللي كيكون عنده البونتوش في المستوى الكبير